شكل العمل الميداني لفريق المراقبين مناسبة للتعرف عن قرب على سير عمليات الاقتراع ونسبة المشاركة ومستوى الحضورية والجاهزية لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وفروعها الجهوية والمقاطعية، باستثناء بعض حالات التأخر في حضور ممثلي اللوائح المشاركة أو حالات عدم التعرف على المكاتب أو أرقام التسجيل في الوقت المناسب، أو توفر الناخبين على بطاقات الناخب أو تقارب نسبي في ألوان بعض بطاقات التصويت، غير أن مجمل هذه الملاحظات تبقى طفيفة وتعود بالأساس إلى مستوى الوعي لدى الناخبين ومؤطريهم من الأحزاب السياسية، والتعقيد الملاحظ في بطاقات التصويت المتعددة